هذه رسالة وضحت محمد، ذاك الوقت. لكن هو الدول الجوار، يعني أنت لو تقارن مثلا بين دول الجوار للعراق، لو قلنا لك الآن الدولتين المجاورتين للعراق الكبرى هما، يعني أنت تتكلم مثلا عن السعودية وعن إيران. السعودية تمارس دور البناء، يعني أنا أعطيك الآن ثلاث مواقف. الموقف الأول اللي نقولك الآن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر ببناء ملعب. قبله الملك فهد لما كان فيه عندهم أزمة، كان فيها عملية الأنابيب اللي توصل البترول. قبله لما إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي اللي بناه الملك خالد في عهد الملك خالد. هنا هذا الجانب البناء، كيف المملكة العربية السعودية تساعد العراق في بناء في المقابل الطرف الآخر هو اللي قاعد في المناطق يهدم. في الجانب الآخر إيران تمارس دور الهدم. ممتاز. وهذه هي المشكلة. فأنا أقول أن الشعب العراقي، يعني أنت عليك القياس وعليك إيش التعامل بعقل. فالحمد لله وأنتم الآن تشوفون الشيء. فأنا متأكد تمام التأكد أن الشعب العراقي سيعرف مواقف المملكة العربية السعودية الهادفة والبناءة من أجل عراق أفضل. النقطة المهمة الاتحاد الآسيوي، النقطة محمد معلش، أنه اليوم اللي أفرحنا أكثر أنه النخب المثقفة والسياسية الأكاديميين العراقيين لم يمر عليهم هذا الموضوع مرور الكرام، كان لهم موقفات حتى الجماهير من خلال يعني التغريد صراحة يعني. من خلال وحتى الجماهير كان لهم موقفة بصراحة رائعة. لكن أنا أرجع أقول أن النخب العلمية بالذات اللي تؤثر في 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 المشهد. في المشهد الثقافي والاجتماعي العراقي ترى له دور كبير جدا. أنا أقول التغريدات اللي اليوم برزت من أكاديميين من دكاترة من شيء ترى شيء مفرح بصراحة. شوف لما يكون القضية أحمد والشعب وأحمد راضي لما كان هنا، لما كان في المكان اللي أنا فيه، قال لي أنا شخصيا وأنا كنت جنبه، قال أنا أتمنى من الأخوان في الإعداد هنا، الشعب العراقي ترى مو يعني ما يتعامل مع التويتر كثير، يتعامل مع الفيس. فأنا أتمنى أنه مثلا من خلال هذه يدخلون في الموضوع ذا ويجيبون بعض الأمور اللي تتحدث. هذا هم يتابعون تويتر، أمس شفنا حديث حتى الشباب كانوا يفكرون قبل الحلقة يقول في السوشيال ميديا الفيسبوك هو الخيار الأول. في حديث كثير في تويتر مثلا وهاشتاقات، ونذكر داركم دارنا، ونذكر كل هذا كانوا يعني كان تأسيس عراقي وهو يعني ليست الوسيلة الأولى أو ليست المنصة الأولى بالنسبة للمجتمع للشعب العراقي.